عند الجزء ده بس. من روح للاتش بي مثلا، اللي هو الموارد والتنميه البشريه، لانه اختصاصات
اصلا مكملين لبعضهم، لانه كيفيه اعتماد الطالب التعامل اللي هو الكومنيكيشن مع باقي الاشخاص على صعيد فردي او على صعيد اشخاص او على صعيد شركات في المجمل العام. ثالث الاختصاصات التي بيقدمها المدرسه. نتمنى لكم اكيد تشريفكم او نتمنى تشريفكم للمركز واخذ المعلومات الكافيه. شغله كثير مهمه في خاصه لحاملي البروجيرات اللي بيتم توزيعها او اوريدي تم توزيعها 20% على كل الدورات، يعني في حسب لحامل هذا البروجير 20% على جميع الاختصاصات الموجوده عندنا في المركز، على شرط انه في او بروسيجر صغير انه يكون في الحجز قبل 16 مايو 16 قبل من الحجز، فبعدها ممكن انت يكون في عندك او تحمل علينا الديسكاونت، يعني الحسم اللي احنا رح نتمنى نعطيكم اياه ونكون لنا شرف. اجين يعني مره ثانيه بحب ارحب بطلابي طلاب المستقبل، لانه مسمين طلاب المستقبل ان كانوا طلاب هندسي ولا طلاب غير هندسي، وان شاء الله لما بفوتوا بمجال العمل بنشوف قديش العمل يختلف كليا عن مراحل الدراسه اللي نحن بنمر فيها. شكرا لكم، شكرا لحضره العميد، واهلا وسهلا بكم. Thank you.
الانسان الميت واحد شعر ما بيأس وشعر بيرد وصور ديها في الدين الاكبر فيجب ان احنا بيأس حتى لو كانت اسوأ صورة ممكن تتخيلها الانسان يأس ان هو يفضل يغير اي حاجة فيه. وبدرس واستاذ في الجامعه وبعدين رحت الباك اللي فيها
الانسان ما كانش بيفكر كل خطوه بيعملها هيجي ايه في الاخر. كنت بعمل حاجه بحبها وكنت مؤمن ايمان عميق، ولازم كلنا يكون عندنا الايمان ده ان الارزاق على الله. مفيش حد ابدا بياخد اكتر من رزقه، مفيش شهاده بتعين اسهل من شهاده، مفيش حد يعني يقدر يتنبأ بالحاجات دي. كل اللي عليك ان انت تتعلم. طيب انا هحكي لكم على حاجه يمكن تسمعوا عنها كتير، بالذات في الجرايد والتلفزيون عندنا في مصر بتطلع دايما بالشكل الخاطئ اللي هي اكتشاف الفضاء وناسا. عايز اقول لكم ان انا بشتغل في مشروع اكتشاف المياه على المريخ، واكتشفت كواكب مجموعه شخصيه، واقول لكم اهميته ايه بالظبط. اول حاجه المياه مش موجوده فقط في الارض، الماء موجود في كواكب المجموعه الشمسيه بالكامل، لكنه موجود في شكل سائل فقط على كوكب الارض، لكن موجود في شكل جليدي والغاز في كل كوكب المجموعه الشمسيه. في ناس بتسال كتير قوي، احنا ليه نهتم بالمريخ وليه محتاجين واحد من المريخ يكلمنا عن مشاكل في الارض؟ في ناس كتيره بتشتغل في مشاكل الميه في الارض، واولا لما نحتاج حد يتكلم في مشاكل المياه الجوفيه نجيب حد بيشتغل في المياه الجوفيه. انا عايز اقول لكم ان ناسا هي اكبر مستثمر في اكتشاف ودراسه التغيرات المناخي في الكون. احنا ميزانيه ناسا 19 المريخ. فميزانية ناسا 19 مليار دولار في السنة، يعني ضربها في 7 في 20، يعني كل 140 مليار جنيه مصري. يعني تخيلوا ده تقريبا يجي نص الوزن العام المصري. ومع ذلك المبلغ ده انا عايز اقول لكم انه معهوش مش مبلغ بسيط. يعني ده اللي بتدفعه امريكا عشان الناس تهتم بالعلم والتكنولوجيا، ما كانش طبعا ميزانيه من الاول ميزانيه مش موجودين. هذا المبلغ منه 2 مليار دولار بنصرفهم في دراسه التغير المناخي، و3 مليار دولار في اكتشاف المياه على المريخ. ولما نيجي نقارن المبلغ ده باللي بنصرفه في مشروعات الكشف عن المياه الجوفيه بكل مشروعات الاعاده والاشراف من الامم المتحده هنا عندنا في مصر كده، كنا بننفق 250,000 دولار في السنه، يعني تقريبا اقل من 10 جنيه للشخص في اكتشاف المياه، المياه اللي هو اهم شيء بالنسبه لي. الوطن العربي لما تيجي تشوف لما بنقارن الميه بالبترول، احنا اكبر منتج للبترول واكبر مستثمر في البحث عن البترول واخر منتج للمياه، ومع ذلك اخر مستثمر في البحث عن المياه. ودي هنا المعادله الصعبه اللي الناس مش شايفاها، ان الماء النفط البديل بتاعه موجود لكن الماء ملوش اي بديل. برضه ناس كتير بتسالني ناس اشمعنى يقول في ناس كتير في ناسا، وفي واحد اعرف واحد صاحبي في ناسا وحاجات زي كده، اشمعنى مركز الدفع الصاروخي في ناسا؟ اللي انتوا بتقولوا لك ليه مجمعين دماغنا لمركز الدفع الصاروخي في ناسا؟ مركز الدفع الصاروخي في ناسا ده دوله وسط الدوله. اولا ناسا ليها لسه 7 مراكز. مركز الدفع الصاروخي اصغر مركز في ناسا. ناسا ليها 7 مراكز، مركز الدفع الصاروخي اقل واحد في عدد الموظفين فيه. لكن تعالوا بقى نشوف حاجه ثانيه. مركز الدفع الصاروخي في ناسا بياخد نص ميزانيه ناسا، ولوحده بيعمل 70% من المهام العلميه اللي بتعملها ناسا. يعني ان عدد اصغر من الافراد يعمل عدد اكبر قبل كل الشغالين في بقيه الايام. وخلافا عن ذلك في صفه مهمه جدا، هو المركز الوحيد في ناسا اللي قادر انه يعمل كل شيء من الالف الى الياء. من اول ما الفكره تبقى على الورقه تبقى اهو اثنين قاعدين في القهوه مطعم بيفكروا فكره، لغايه تبقى مركبه فضاء وتيجي الكائنات بتاعتها. وده الحقيقه اكتر شيء بيميز مركز الدفع الصاروخي في ناسا، ده اللي بيخليه يعمل كل المهام اللي هي اللي نقدر نقول المهام الصعبه في ناسا.
نقدر نقول لفينس لمارس للارض لبلوتو لجوبيتر 40 عام فيهم 38 مركبة قبل فضاء اطلق لها لاكتشاف المياه في المجموعة الشمسية. طيب بالنسبة للتغير المناخي احنا بنقيس كل ظواهر التغير المناخي في الارض من تغير توزيع ثاني اكسيد الكربون لتغير مجال جزيرة الارض لتغير ارتفاع المحيطات وحرارة الارض. كل الظواهر دي بنقيسها بالاقمار الصناعيه اللي انا قلت عليها، وطبعا بتكلم بشكل مبسط كده عشان كلنا نقدر نتابع، لكن لو في حد عنده وسيله اكثر يقدر يقول. في عدد في كبير من الاقمار بنعملها برضه لاكتشاف النجوم والمجرات والاماكن البعيده في المجموعه الشخصيه، منها بتهيألي المركبه اللي انا عايز اوريها لكم اللي هي المركبه قصيمي، ثم هكلمكم على الروبوت اللي لسه على الطريق. اهم حاجه عايز اكلمكم فيها اللي هي ظاهره التغير المناخي، فدي مثلا بورينا هنا في الطقس اللي حاصل في القطب الشمالي، في حصل نقص في 2005 2008 احنا فقدنا 25% من الجليد في القطب الشمالي. فممكن حد يسالني يقول واحنا مالنا؟ الجليد يروح في القطب الشمالي يروح ما يروحش، احنا يعني احنا عايشين في واحه والحمد لله العازلين عن كل التغيرات في العالم فعلا مالناش. فهو بيقول لا، تخيلوا ان الغابات الجليد في القطب الشمالي ممكن ياثر على اول مصدر العمله الصعبه في مصر اللي هي قناه السويس مغربيه بالذات. ده منظر دوران الجليد، ودي في مهمه علميه كنا عملناها في منطقه اللي هي المنطقه اللي دائما الجليد فيها، وبنشوف الصحاري اللي بنشوفوها دي في القطب الشمالي الصحراء دي اللي فيها ميه، كنا بنشوف ما فيهاش اي نوع من البلدات معروف ان فيها ميه، والسبب في ده انها كانت الجليد مغطاه الجليد، فكانت اشعه الشمس مش بتوصل للارض، فبالتالي مفيش اي نوع من النباتات موجود. طيب زي ما قلت احنا في المناطق الصحراويه في الوطن العربي بالذات بنتخيل مفيش اي اثار للتغير المناخي، لكن ده مش صحيح. فلو حبينا نشوف المناخ بتاعنا احنا في مصر كان ازاي من 10000 سنه فاتت، فدي صوره للصحراء المصريه 100 كيلو في 60 كيلو في منطقه العوينات، وبالتصوير في الجهاز المدار بنقدر نشوف تحت الارض على عمق 2 3 متر. فلما نيجي نشوف ايه تحت الارض بالرادار شايفين دي صوره الاشعه البحريه القمر الصناعي، ودي الصوره بالرادار. فبالرادار بنشوف ايه؟ بنشوف ان تحت الارض في مديان جافه بنشوفوها، وفي المديان دي العرض المديان دي مجموعه من الكيلومترات 6 كيلو و 8 كيلو، مما يعني ان كان في كميات مياه وكميات بتزرع سطح الصحراء منذ 10000 سنه فاتت. يعني المناخ بتاعنا بيتغير، يعني المناخ اللي احنا فيه النهارده ده نتيجه تغيير، والتغيير ما زال بيستمر. طيب ودي وديان دي بنشوفها في اكثر من منطقه في المركبه اللي هي السبير دي. لما نيجي نشوف ده بيأثر على مصر قد ايه؟ دي صورة بالرادار لدلتة النيل باللون الأزرق، المناطق اللي هي تحت مستوى سطح البحر أو على مستوى سطح البحر بالظبط. فنقدر نشوف إن منطقة غرب الدلتا بالكامل منطقة منخفضة جدا، ويكفي ارتفاع مستوى سطح البحر بضع السنتيمترات بيعمل موضوعين. اول موضوع واخطره دخول ميه البحر في المياه الجوفيه، وتاني موضوع طبعا اللي هو بيهدد انها في جزء الدلتا قد تدخل في ميه البحر ونملاها. لكن عايز اقول اهم حاجه موضوع الملح ده اهم من السيناريوهات اللي بنقراها اللي هو الدلتا الغطي النيل، ان ميه البحر تغطي الدلتا والكلام ده. وفي ظواهر التصحر بدأنا نشوفها موجودة في الدلتا
زي ما قلت لكم قناة السويس برضو قد تكون المناطق اللي تعاني من دوران الجيف في القطب الشمالي. ليه؟ لو بصيت في الصور اللي هنا في الصورة دي بالظبط، ده الطريق الملاحي الأكثر سلوكا من مراكب الشحن، اللي هو بيربط جنوب خط آسيا بأوروبا الغربية. هذا الطريق الملاحي اللي انتم شايفينه هنا بيمر من قناة السويس طوله 18,000 كيلو، وبتعدي من قناة السويس بتدفع رسوم، بتعدي على مناطق في خطورة فيها زي الصومال وجيبوتي، وده بيرفع من تكلفة الشحن طبعا في الأخطار موجودة هناك. هذا الطريق الملاحي بدأ يتغير بعد دوران الجليد في القطب الشمالي، بدأت مراكب تعدي على طريق القطب الشمالي وتوفر مسافة 7,000 كيلومتر وتوفر رسوم مدفوعة عند السويس. هنبدأ نوريك السادس السنة دي، بداية السنة اللي فاتت 2011 عدت عدد كبير من المراكب من هذا الطريق الملاحي، وهذا العدد بيزيد. فأنت مش ممكن تعيش في الجو اللي احنا عايشين فيه وتقول أنا عايش في واحة معزول وما يهمنيش أي شيء بيحصل في أي مكان تاني. طيب، ظاهرة التغير المناخي زي ظاهرة قطاع المذنبات بالظبط، وشفنا في سنة 94 إن أول مرة بنشوف الحقيقة مذنب بهبطل بجوانب المجموعة الشخصية اللي هو شوفي تنزل هنا في الصور الجسم اللي بيلمع ده وهو بيصطدم بجوبيتر من احد المذنبات اللي هو اسمي اسمه جوبيتر فيبي لاين. طيب هنرجع للمريخ. المريخ كل اهميه اكتشاف الطريق هي اهميه اكتشاف المريخ ان ده الاخ كوكب لكوكب الارض. لو فهمت ازاي كوكب المريخ تحول من شبيه بالارض الى صحراء البلدان، نقدر نفهم ما يمكن ان يقول عليه كوكب الارض في ظل التغيرات المناخيه اللي بيقولوا بيها. هي دي اهميه المريخ. انت مش ممكن تفهم الكوكب بتاعنا وانت بتدرسه لوحده كحاله معزوله. لازم نفهم هذا الكوكب كضمن كوكب المجموعه الشخصيه ونعرف هو متغير ازاي. هنا بصورة المريخ لو جينا حجمه ازاي، وبس عشان اوريكم مساحة المريخ قد ايه، لو امريكا حطيناها على المريخ مش معنى انها استعمرت المريخ يعني، بس لو حطيناها على المريخ هتاخد تقريبا ربع مساحة الارض. المريخ يشمل الارض، الارض القطب الشمالي والقطب الجنوبي وبرضه الجليد او القطبين والجليد. واهم حاجة في كوكب المريخ انه كصحراء هو مغطى تماما الرمال كما هي الصحراء المصرية، وتحت الرمال دي ممكن يكون في أصابع البنيان اللي بتعكس فعلا أن هذا الكوكب كان شبيه بكوكب الأرض. بنشوف دي صورة من سطح المريخ وعدها مع فكرة سبيريت وكوكب فايكي، وكلنا بنشوف منها أن في تشابه بين الصحراء والمريخ. بنشوف برضه كوكب المريخ عليه وديان الجافة تماما زي ما رجعتكم في صورة الصحراء المصرية، يعني نفس التغير المناخي اللي مر بيه كوكب المريخ مر بيه برضه الصحراء المصرية. يعني مختصر الكلام انه كان هذا الكوكب كوكب ازرق في يوم من الايام. طيب دي الثلاث مركبات فضاء اللي بتقوم حاليا باستخدام تكنولوجيا تصوير الرادار للبحث على هذه المياه الجوفية تحت سطح المريخ، وكلها استخدمت تقنية بسيطة جدا اللي هي البحث عن ماء تحت السطح باستخدام الموجات الكهربائية اللي هي بتنعكس اللي هي بتعدي من الصخور الجيولوجية وبتنعكس على أي طبقات مشبعة المياه. هي هنا بتشوفوها في الجزء الاحمر اللي في الصوره ده.
واهم اكتشاف اللي هي اللي هو القلب. مين فيكم يسمع عن ماجنيلن سايتس؟ مين يسمع عن ماجنيلن سايتس؟ ماجنيلن سايتس عامل ازاي؟ دي اهم مجله في العلوم. انا فاكر لما بدانا المشروع ده في سنه 98 كان كل الناس بتقول عليه ان دي افكار مجنونه وان ده مش علم وان ده مش ممكن يحصل. وانتوا عارفين بقى يعني مش هقول لكم ما دي حد بيعمل فيه. وحتى فاكر لما رجعت ان رساله الدكتوراه اللي خدتها في فرنسا قعدت سنتين تتعادل وفي النهايه ما تعادلتش اول مره كانت تعادل تاني والله ما اعرفش ما وصلت لغايه فين. لكن يعني ده كان من 9 سنين. هو اهم شيء ان البحث اللي عملناه وصلنا ايه؟ قدرت اتصور الطبقات الجيولوجيه الموجوده في تكوين القطب الشمالي. ودي اهم شيء فيها ايه؟ بصوا كويس للقطب الشمالي مع كوكب المريخ اللي انتم شايفينه هنا، ودي الصوره الملتقطه للرادار اللي هي المقطع بتاعه. نقدر نشوف حاجه مهمه جدا. نقدر نشوف ان القطب الشمالي بتاع كوكب المريخ مكون من طبقات طبقات طبقات. يعني ايه ده؟ ايوه شوف. بنشوف هنا ده المقطع للقطب الشمالي اللي بيقول عليه المريخ. بنشوف الطبقات اللي دي متكونه في القطب الشمالي. الطبقات دي اهميتها ايه؟ اهميتها لما نشوفها لما تشوف القطب الشمالي بتاع كوكب الارض هتلاقوه هو بلوك واحد لونه ابيض. لكن بتاع المريخ مكون من طبقات، الطبقات دي معناها ان القطب الشمالي ده عشان يتكون بالشكل ده كانت الميه موجوده فترات طويله جدا بحيث تقدر تعمل الطبقات دي. طيب عشان تبقى معنى ايه ان الميه تبقى موجوده فترات طويله على المريخ؟ معنى ايه؟ الفتره اللي حسبناها من هنا اهو بتقارب عمر المياه على كوكب الارض النهارده. معنى ده ايه؟ معنى ده ان قد يكون هذه المياه ساعدت في وجود نوع من انواع الاحياء على كوكب المريخ. ليه لا؟ زي الميه فضلت على كوكب المريخ يعني فترات طويله قد تكون انها كانت عامل ملائم في وجود شكل من اشكال نقول البدائيه للبكتيريا مثلا. فمن هنا بدأنا نستخدم الأفكار دي في البحث عن المياه، يعني قلنا إنك كنت تستخدم في التكنولوجيا دي في الكشف عن المياه الجوفية سواء في الصحراء في مصر وليبيا هنا، أو نجرب التكنولوجيا دي للبحث عن المياه في المناطق الصحراوية في الجزيرة العربية. ودي فعلا هما المنطقتين اللي هو اللي إحنا بنجرب فيهم تكنولوجيا التصوير بالرادار لكشف على المياه الجوفيه. وهنا احب اوريكم التجربه الاولى اللي في الكويت عملناها، ودي هنا اهميه الزباله في الجامعه. كان بعد ما نجحنا في اكتشاف المياه على المريخ ادونا في ناسا 90 يوم. قال لها رئيسي في الشغل قال لها اديك 90 يوم بحيث انك انت تروح بنفس التقنيه دي نقدر نمسح بيها المياه في الصحراء عندنا. يعني عندك 90 يوم تثبت فيه ده، ودي الميزانيه اللي هديها لكم تجرب فيها 90 يوم. فانا ما كنتش اعرف اي حد ساعتها في بدات الثوره في مصر، وكان بيجيب الاجرام التجربه هنا في منتهى الصعوبه، لان عشان تروح الصحراء لازم تصريح من القوات المسلحه، واكيد القوات المسلحه مش فاضيه الحاجات دي دلوقتي المهم فاتصلت بواحد من اصدقائي كان له زملاء في الجامعه اللي هم مع بعض، وقلت له اسمع يا عم انا عندي 90 يوم وعندنا كانت تجربه عايزين نعملها مع بعض. فاتقابلنا في الكويت وبعد 3 ايام بالظبط قدرنا نعمل الفريق العلمي المهمه اللي هي هتكرر مجموعه
نموذج الأرض الصناعي لعمليك وهنطير بيه فوق الصحراء لكشف عجائب أوفير وهنطير بيه لاستخدام الطريقة العملية اللي شفناها. وبعد ده رجعت لأمريكا على أساس نجيب الأجهزة وهترجع ونعمل التجارب. فبعد ما رجعت الأجهزة جزء منها وقف في القمر اللي هي الهندسة بتاعة الرادار. فما كان فينا اللي احنا عملناها ساعتها على الموقع بدأنا نصنف الأجهزة اللي هي وقفت في القمر ده. وبعد أسبوع بالظبط قدرنا نركب نموذج عمل صناعي على الطيارة العربية وده هو موجود هنا اهو. وده واحنا بنستعد للتصوير وبدأنا فعلا رحلة الطين فوق منطقة شمال الكويت هنا اللي هي معروفة إن فيها مناطق لخزانات المياه الجوفية العظيمة. وفي آخر يوم بالظبط قدرنا إن احنا نصور خزان المياه الجوفي اللي هنا. دي ده المقطع اللي عملناه دي مسافة 6 كيلو وده السطح هنا وده خزان المياه الجوفية هنا على عمق 55 متر يعني عبارة من 18 طول. انك انت بتقدر تصور وانت طاير على عمق 18 طول وتقدر تعرف اذا كان في مياه جوفية موجودة لهذا المناطق او لا. فمن هنا بعدها ب3 شهور بالظبط قدرنا نحول اللي هو هذا المشروع الصغير بعدها 3 شهور الى مبنى فضاء اويسس اللي هي تعد الاطلاق سنه 2016 بتكلفه 167 مليون دولار يعني مليار و200 مليون جنيه مصري مليار و400 مليون جنيه مصري. انا عايز اتخيل معايا كده بالظبط انك انت بتخرج بقالك 10 سنين وانت مثلا معيد كنت مسؤول على ميزانية المكتبة اللي كانت في الفترة دي 120 جنيه في الشهر وده كان يعني إجرام كبير جدا إن يكون 120 جنيه في الشهر. وفجأة تلاقي نفسك مسؤول عن مشروع ميزانيته مليار و400 مليون جنيه مصري. فأنا عايز أقول لكم إن المسؤولية ما بتجيلكش بدعوة، المسؤولية ما بتجيلكش خطوة خطوة بتطب عليك. فلازم تكون جاهز وكل يوم بتكون في الكلية بتعلم في حاجة يجهزك لليوم ده. ففي ناس كتير بتسأل نفسها طب أنا بتعلم ليه؟ أنا باجي هنا ليه؟ ما كل حاجة محتاجة واسطة، كل حاجة مش عارف محتاجة. لا بس لما اليوم هيجي لازم تمسك مسؤولية، لازم كل حاجة تتعلمها في المدرسة ده هنا هتفيدك. طيب دي طبعا احنا في كوريك هندسة هنا فأكيد السلايد ده اللي كل مرة كنت بشيله وما بشيله. أكيد كل الناس خصوصا اللي أنت في هندسة الكهرباء عارفين ده إيه، ده نموذج الهندسة اللي صنعناها اللي خاصة بالمركب اللي هو الكهرباء الصناعي وطول الأنتنة دي 11 متر يعني قد القاعة دي تقريبا ودي اللي بتصور بالرد المنخفض اللي هي اللي بتمسح المياه الجوفية. أنا مش هطول عليكم قوي بس عايز اوريكم البيت ده رحت عملنا حاجات مجنونه اكتر. البيت ده عملنا جهاز التصوير بالرادار اللي هو بيحمله رواد الفضاء للعوده للقمر في سنه 2020 وده هنا بنشوف نموذج من مركبات الفضاء اللي بتنزل على المريخ وعلى القمر وجهاز الرادار اللي انتم شايفينه ده والشاشه اللي هناك دي بتحط عليها الصور والتصوير تحت الارض اللي بعتها الجهاز. وده احنا اهو يعني ده استعدادا لتدريبات رواد الفضاء. ده الروبوتو بيحمل جهاز تصوير بالفايبر وجهاز الرادار موجود هنا ورواد الفضاء المفروض هتشوفوه بعد كده هنا بيستخدموا الروبوت والمنظومه دي للتحرك على الارض للبحث على المياه والجريمه على صعيد الارض. دي نموذج من ثلاث وريكو العوضه يعني هتبقى فيها التجهيزات ازاي. فده هنا دي نماذج
إعاشة اللي هيعيشوا فيها رواد الفضاء لما يرجعوا للقمر، المدى الطويل البيوت اللي هيسكنوا فيها هتكون بتتحرك على عجل عشان الوطن يجي يتحرك بيه من مكان لمكان عشان لما يكون يقدر يقرا عينات، وده الروبوت المساعد ليه اللي هو بيحدد لهم الاماكن الهامه اللي يقدروا يشوفوها ويروحوا يقرا عينات اللي فيها. دي مركز العمليات المعمل المتحرك بتبقى فيه اللي هو التحكم في كل الاليات دي، وده كان في الفريق العلمي ان احنا نشتغل مع بعض، وده زي ما يتم التحكم في الروبوتس من جوه، ده برضه مركز التحكم جوه، وده الفريق العلمي اللي هو موجود في مركز المتابعه في الاسبوع. انا عايز اقول حاجه، الفكره بسيطه جدا بحاول اعملها في رساله في الماجستير سنه 99، يا جماعه نستخدم الصحراء للتجارب العلميه للمركبات اللي بتروح للمريخ واللي هي 12 سنه. الفكره البسيطه دي ما قدرتش اعملها وانا في الجامعه، ولكن كنت متصور ان المصير بتاعها في الاحباط وانك مش هتقدر تعمل اي حاجه. وزي ما قلت لكم اخر شيء الانسان اللي ممكن يتخيله انك تكون مسؤول عن تدريب رواد الفضاء، تكون مسؤول عن الفريق العلمي اللي انتم بتشوفوه ده اللي هو تقريبا بيعمل فيه 73 شخص، وميزانيه التجربه الواحده اللي هي في الموقع ده بتبقى في حدود 2 مليون دولار يعني 14 مليون جنيه مصري في شهر واحد. دول رواد الفضاء اللي هو فينا هنا رواد الفضاء دول بحب احييهم. الناس عشاق الاناقه اكيد ما فيش تويت للناس اللي الناس بتعشق الاناقه والمركز والكلام ده، لكن عشاق الاناقه واللبس احب اطمنهم ان اغلى شيء ممكن يلبسه الانسان في الدنيا هو ماده رواد الفضاء. ماده رواد الفضاء ثمنها 18 مليون يعني اغلى من كل الحاجات اللي سوف تتكلم عنها، تستنى الاميره فلانه وماده فلانه وساعه السلطان فلانه والحاجات دي. دور رواد الفضاء وهم فعلا على اللي هو الروفر اللي بيبحث على عينات على القمر، وهم هنا وهم بيستخدموا الشاشات والرادار بيصور بيدوروا على عينات احنا مخبيينها تحت الارض ونشوف اذا كان هيقدر يلاقوها بالرادار ولا لا. وهنا لغايه ما وصلوا للعينه يبداوا يعملوا تحاليل للكشف على هذه العينه. اهم حاجه في تدريبات رواد الفضاء قبل ما تدرب انت رواد الفضاء لازم تقوم بنفس اعمال رواد الفضاء بنفسك عشان تعرف انت هتقولهم تدريبات بتتم ازاي. فهنا وانا محشور اقدر اقول اقل لفظ يعني في ماده رواد الفضاء، وعلى فكره ماده رواد الفضاء شيء مش ممتع بالمره، وكان في صور على اليوتيوب ولا مش عارف على فيسبوك بس انا الشخص اللي لابس ماده رواد الفضاء كان برضه مصر في رواد الفضاء. يا جماعه بدله عندي اي حد عايز يتصور يحطها على فيسبوك يعني بدله موجوده. عايز تيجي نورك في ناسا موجوده في مركز الزوار وانت تخش تصور فيها ببلاش، لكن فيها شيء مزعج جدا لو انت في البدله حبيت تخش ده شيء مستحيل. فبالتالي يعني انت بتخش انك عارف فيها بتحط قلب وشك ملحوظه عشان تتعامل مع الموضوع. بس كده تاني دي اخر حاجه انا حبيت اقولها لكم قبل الانزال على المريخ اللي انتم كلكم شفتوه يعني. وفي النهايه دي اول صوره بعد كده بتابع لو لقيت الملحوظه اللي بتاعها على المريخ وبس. بحب اقول لكم بشكل جدا، ولو في حد عنده اي سؤال في فيديو واحد بس عايز اوريه.